اللهم لك الحمد عدد خلقك، لك الحمد زينة عرشك، لك الحمد مداد كلماتك، لك الحمد يا حبيبي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على أشرف مولود وأكرم محمود وخير ما في الوجود. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا، نعوذ بك من فقر ينسينا، نعوذ بك من صاحب يؤذينا، نعوذ بك من دنيا تشغلنا وتلهينا لحظة في رحاب. تحياتي لكم. أكثر شيء صحي ممكن نسويه في هالشهر الفضيل قبل موعد الإفطار بساعة، نروح نتمشى من نصف ساعة لخمسة وأربعين دقيقة، والمشي هذا لازم يكون بشكل مستقيم مع تحريك الأكتاف وأخذ شهيق وزفير. هذا المشي حيحرك لك دهون بشكل مش معقول بعد عملية عدم تدخين لا أكل ولا شرب ولا في طاقة عندك. ف المجال الوحيد للطاقة اللي هي الشحوم اللي متعلقة في جسمك، وعشان هيك بدي ترفع راسكم وتتنفسوا، لأنه افتحوا مجال التنفس، خرجوا ثاني أكسيد الكربون، دخلوا أكسجين اللي هو ضروري للحرك، لأنه 10 كيلو من الشحوم بدها 30 لتر من الأكسجين، وبتخلف 20 لتر من ثاني أكسيد الكربون. كيف ممكن تشدوا عضلات البطن وتخففوا شوي من هالكرش؟ اعملوا هاي الحركة يوميا، مرة مرتين ثلاثة. في عندي مسند، في عندي مسندين او مخدتين او ثلاثة، وبنعمل هاي الحركة فقط، عملية الاستلقاء للخلف بالطريقة هذه شايفين، والاستمرار في هاي الوضعية ورفع الايدين لفوق قد ما نقدر، ونظلنا في الوضعية هذه لمدة دقيقتين ثلاثة أربعة لخمس دقائق. ممكن نشعر في عملية خضران في الإيدين شوية، عملية دوخة، هاي أعراض طبيعية. ضلكم في الوضعية هاي لمدة خمس دقائق أربع خمس مرات في اليوم، هيك بتعملوا عملية شد وتقوية لعضلات البطن وتخفيف لكمية تراكم هذه.